افتتح سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء المنتدى الاستثماري الأول للطاقة الشمسية والمعرض المصاحب له بمشاركة العديد من الخبراء العاملين في مجال الطاقة المتجددة والمؤسسات الاستثمارية والشركات المصنعة لهذه التكنولوجيا من مختلف الدول العربية. التفاصيل في سياق التقرير التالي. نحو استثمار متميز في فرص الطاقة المستدامة، انطلقت فعاليات المنتدى الاستثماري الأول للطاقة الشمسية والمعرض المصاحب، والذي يسلط الضوء على مجالات الطاقة الشمسية التي يمكن توفيرها من خلال المواقع المختلفة، سعياً إلى تقليل الضغط على مصادر الطاقة التقليدية التي توفرها الدولة. هذا أول مؤتمر وأول معرض للطاقة الشمسية يقام على أرض مملكة البحرين، وهو بجهود من وزارة الكهرباء والماء وفي إطار توجيهات القيادة الرشيدة في مملكة البحرين للاستفادة من الطاقة النظيفة والمستدامة. واليوم جميع الدول في العالم متجهة للاستفادة من الطاقة المتجددة اللي تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لأن هذه التقنية في هالمجال اتطور كثيراً بحيث انخفضت كلفة إنتاج الوحدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كثير من الدول عندها مؤهلات شمسية، مؤهلات ريحية، مؤهلات بحرية، ولذلك هي فرصتها لإنتاج الطاقة، وخاصة الدول التي تستورد أكثر مثل المغرب، فيه كثير من الدول تستورد، هي مرتبطة بالخارج. المغرب الآن نستورد تقريبا 93% من حاجياتنا الطاقية، ولذلك كان لابد ضروري أن نتوجه نحو يعني إنتاج الطاقة من المصادر الشمسية، من المصادر الريحية، وإن شاء الله في المستقبل من مصادر أخرى، وخاصة أن التكنولوجيا الطاقية اليوم تتغير وتتطور بشكل سريع أكثر من سمارت فون. في هذا المنتدى تم تسليط الضوء على الجوانب الإيجابية في الاستثمار في الطاقة الشمسية، لما لها من دور في تحقيق بعد اقتصادي صديقا للبيئة. طبعا الاستثمار في الطاقة المتجددة خصوصا في مملكة البحرين راح يخفض من مستوى الانبعاثات للغازات الدفيئة، وهذه واحد من أهم الالتزامات اللي تلتزمها مملكة البحرين تجاه الصحة العامة للمواطنين وتجاه الاتفاقيات الدولية، خصوصا مع اتفاق باريس لتغير المناخ. اليوم بنعلن افتتاح المنتدى الاستثماري الأول الدولي للطاقة في مملكة البحرين ستيب 2017، وبنعلن فيه افتتاح استثمارات جديدة للطاقة المتجددة بمملكة البحرين، وبيشكل طفرة النوعية في الاستخدامات التجارية والمنزلية، كونه يأتي تحقيقا للتعليمات وتطلعات القيادة السياسية الرشيدة بمملكة البحرين في توفير الحياة الآمنة للمواطن ذات الكلفة الاقتصادية الأقل للمواطن. التوجه الحالي نحو الطاقة المتجددة هو خطوة جيدة رفعتها الأمم المتحدة على قائمة مطالبها، لما لها من دور كبير في الحفاظ على الطاقة الناضبة. كنا قطاع الطاقة على مستوى العالم يمر في أزمة كبيرة جدا، لهذا السبب الأمم المتحدة وضعت على الأهداف 17 العالمية اللي أطلقت في شهر 9 عام 2015. الهدف السادس والسابع تحدث عن المياه تحديدا، والسابع عن الطاقة وأهمية الطاقة خاصة الطاقة المتجددة. الحمد لله احنا في الخليج العربي قطعنا خاصة في الإمارات شوط كبير جدا موضوع الطاقة وأهمية الطاقة. الآن تم تركيزنا على الترشيد وأهمية الترشيد، حددنا نسبة ل 30%. الطاقة طبعا مصدر حيوي على أجندة معظم دول العالم بدون استثناء. منتدى اليوم استعرض الجانب التكنولوجي والاستثماري في آن واحد في مجال الطاقات المتجددة، واستعرض في الوقت ذاته كافة السبل التي يمكن من خلاله تحويلها إلى فرص حقيقية وواعدة. خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.